قال ربنا جل وعلا في محكم التنزيل وهو أفضل القائلين: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أيها الأئمة الكرام، بنى ربنا السماء وأوسعها وفرش الأرض وبسطها وجعل هذه شيمة لنا ومراس لنا لنتعلم كيف يكون البناء، فإن العلاقة الزوجية علاقة بناء وعمارة للزوج، هي علاقة تكافل كما قال نبينا الكريم: تناسلوا تكتبوا فإني أبادر بكم الأمم يوم القيامة. وأعظم ما في العلاقة الزوجية هي علاقة الدين، وكأننا حينما نعقد زوجين كريمين إنما نقيم بناء الدين، بناء الدين الحقيقي الذي يربى عليه أفراد الأمة، وما أخرجنا اليوم إلى هذا البناء، إلى أن تكون أمة قوية متينة في خلقها، عظيمة في فهمها، مثقفة في علمها. هذا ما علمنا إياه ربنا عز وجل ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك كان الأمر أيها الأحبة في هذا البناء الكريم الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمنا إياه صحابة النبي، بناء العقيدة وبناء الأخلاق. إذا بنفسك ثم بمن تعود كان هذا تنجيم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا بنفسك ثم بمن تعود بزوجك فلتكن هذه علاقة أعلمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. قبل أن يعلمنا إياها أعلمنا اختيارها، فقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع. وعدد رسولنا صلى الله عليه وسلم مواصفات الزوجين الكريمة: جمالا ومالا وحسبا. لكن الذي يعطي ركيزة الإيمان وركيزة الاختيار ويقول صلى الله عليه وسلم: ودين. فانصر بذات الدين تلك الجميل، تلك الجميل أي تلك الجميل كالتراب في صخر، فلا إلى يحصى به فرق في أمة إلا بدين، ولا أمة ترقى بين الأمم إلا بعقيدتها، إلا بتمسكها بدينها ومبادئها التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وإنما هي وصية لنفسي أيها الأحبة قبل أن أعظ بها أن يعود أفراد المجتمع إلى التخلق للدين، دينك دينك لحظك لحظك، إلى أن يعود أفراد الأمة بهذا الخلق الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول حبيبنا في خلال الرجولة لأي مقصد ولأي مكانة ولأي عمل ولأي توجيه ولأي قيادة، يقول الحبيب: جاءكم من ترضون دينا وخلقا. هذا ما يعلمنا اليوم النبي: جاءكم من ترضون دينا وخلقا، والدين قليل الأخلاق. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه: الدين والخلق قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهم رفع الآخر. فإذا كان رجل بلا خلق وهو يؤدي العبادات فاعلم انه بيده، ولو كان حريصا عليه. وانما كان التعليم النبوي الكريم: الدين والخلق قرناء جميعا في خطين متوازيين غير ملتقيين غير منفصلين. الدين والخلق قرناء جميعا، فاذا رفع احده رفع الاخر. فإن كان يتيما عندك اعلم أن أخلاقه كبني رياح وأنها تصنع، وإن كان له دين وله عقيدة وله مبدأ فاعلم أن أخلاقه نابعة من دينه وعقيدته، وإن كان عنده دين في عبادة لكنه لا خلق عندك
فاعلم ان لا حاجه الا عبادتنا. وهذا ما علمنا اليوم النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان لكم من ترضون دينا وخلقا في كل اختيار. واولى اختيارات اختيارات امانه، واعظم امانه امانه الدين. فاذا اردت ان توفي ان تسود لديني امرا فاصطنع صاحب دين وعقيده، وان اردت ان تختار لنفسك دوله فاختار لها صاحب دين وعقيده. وهذا تعليم مبدئي يطلبني ويعلمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبه الكرام، اختيار الرجل زوجا لابنته على اساس دين وعقيده، واختيار رجل شريكا في عمله على اساس دين وعقيده، واختيار رجل من ينوب عنه في منصبه على اساس دين وعقيده. كان رسول الله يقول: اقيموا الدنيا بالدين. يا امه الاسلام، هذه تعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه تعاليم ربنا جل وعلا: اقيموا الدنيا بالدين. اقيموا الدنيا في حسن لوالدك، وفي حسن معاملتك، وفي حسن معاشرتك، وفي رزق لوالديك، اقامه الدنيا بالدين، في بيت وشراء وتجاره وحق وزراعه. اقيموا الدنيا بالدين، هذا ما يعلمنا اليوم النبي. ولذا حين اقول هذه الكلمات التي ذكرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: دينك دينك، دينك دينك، لحمك عقيدتك، شريعتك لحمك ودمك. هذا ما يعلمنا اياه. حين اذكر نفسي وحضراتكم بهذا النص الكريم، انما اقول لكم: ان حرص المرء على الدين واقامه الشريعه فرض عين على كل مسلم. ومن هنا كان تعليم النبي صلى الله عليه واله وسلم في القيام التوجيهيه الكريمه. وربنا حين يقول: والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون، اوسع علينا الرزق واوسع علينا الحياه، افلا كان لنا ان نعتبر بان نوزع الدنيا بفضل عقيده، وان نوزع الدنيا بفهم صحيح لهذا الدين، ان نوزع الدنيا بمتانه في خلق، ان نوزع الدنيا بثقافه في علم، ان نوزع الدنيا بنفع للغير. هذا ما يعلمنا اليوم ربنا جل وعلا. ولذلك كان قول الله: والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون، والارض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ما انشئت السماء والارض الا من اجل الزوجيه الكريمه، ومن اجل ان يخرج من هذه الزوجيه نفس يرفع رايه لا اله الا الله وفي عباده. هذه امرنا حين نذكر به الزوج من اجل ان يكون من ذلك من يوحد رغبه جل وعلا، من يعطي شريعته، من يعطي رايته. هذا امر الذي اعلمنا اليوم ربنا. ولذلك كان التعقيد في الايات: فسروا الى الله، اجلس لربنا، ارجع لربنا، اكتب عن تعمله، اكتب على معصيك، على تقصيرك، على عباد ما عليك، ارجع صحح علاقتك بالله حتى يكون امرك بين يدي الله سبحانه. اسال الله جل وعلا ان يبارك في الزوجين وان يبارك عليهما وان يجمع بينهما في خير. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تبارك لهما وان تبارك عليهما وان تجمع بينهما في خير. اللهم امين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد المرسلين والى اعداء رايه العقل الجديد. فمع السبب ولي الزوجين فليتفضل. نقول جميعا في صحبه الزوجين الكريمين: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، ونقول اليه: نحن الى الله ورجعنا الى الله، ونكلنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا، عزما اكيدا على عدم العوده الى المعاصي ابدا. وبرئنا 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 من كل دين
يخالف دين الإسلام، يخالف دين الإسلام، يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، والله على ما نقول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السماعة التي تسمعين هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. إني استخفت الله تعالى وأزوجك ابنتي وموكلتي وآذنتي البكر البالون الرشيدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا وأشهد الله والحضور على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إني استخرت الله تعالى وقبلت منك زواجها بنفسي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصفاء المسمى بيننا وأشهد الله ثم الحضور على ذلك وأشهد الله أن أعاشرها المعروف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.